مهمة إيه؟ لازم أقنع الملك خوفو والمهندس حيم إيونو بتغيير مكان دفن الملك. ليه؟ عشان أي حاجة بتحصل هنا يا بابا بتأثر على المستقبل. يعني لو عرفنا نحافظ على مومياء الملك دلوقتي هيكتشفوها في زماننا. برافو يا يحيى برافو، بس هتعمل كده إزاي؟ في حيلة بنلجأ ليها كده بمساعدتي طبعاً ونصحي وإرشادي ليحيى. تنكر؟ لا يا سينو، إزاي؟ ده أنت الكل في الكل هنا. أيوة، يعني بتعملوا إيه؟ بما أني عارف اللي هيحصل هظهر للملك وأقول له وحذره وبكده ياخد حذره. غلط، لو ظهرت وقلت له حاجة زي دي ممكن جداً يفتكرك بتخطط لسرقته وعاوز تخدعه، ممكن برضو يحس إن الموضوع كله مبالغة وما يهتمش. والدك بيتكلم صح يا يحيى، الموضوع المرة دي مختلف. انت كل مرة بتظهر تقول اللي هيحصل في حرب أو بتنصح نصيحة عادية، لكن المرة دي انت محتاج قوة أكبر. الحل الوحيد إنه يقتنع بكلامك، وده مش هيحصل غير لما يشوف بعينه. وهو الواحد بيصدق غير عينيه. خلاص عندي حل، بس لازم أرجع لزماننا تاني وبعدين أجي هنا. في الحقيقة يا يحيى أنت من حقك تعمل كده، لكن إيه؟ لكن مرة واحدة بس هتقدر تسافر لزمنك وترجع لنفس الزمن اللي خرجت منه المرة دي وبس. يعني مش هتقدر تطلب الطلب ده تاني، وزي ما ضيعت فرصة أمام الملك رمسيس وتدخلت لعودة لص الأثار بتضيع دلوقتي فرصة جديدة. الفرصة دي مش هتضيع يا سينو، أنا هرجع أنفذ اللي بفكر فيه واجي تاني بسرعة.